السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. معكم وردة بالقرورة رئيس جمعية نور السلام. اليوم درنا مبادرة إفطار جماعي. قلنا في الإعلان للم الشمل. لم الشمل هي رمز فيها جمع الغني مع الفقير على طاولة واحدة. وتقاسموا تاع الغني تفكروا منا وجاي إن شاء الله. نشكر جميع القائمين عليها من أجيس كازات كما يقولون. صح عيد حق جاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا في سابقة تاريخية لمدينة عين بليلة هذا الفطور الجماعي الذي نباركه ونشكر نسعى كل من ساهم من المحسنين ولا من الجمعية التي كانت يعني صاحبة هذه المبادرة المباركة. نسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة لهم هذه الأيام العشر اللي احنا يدخلنا فيها مباشرة إن شاء الله أن يعتق رقابهم ورقابنا من النار. بارك الله في الجمع. جزاك الله خيرا. أنا نثمن المجهودات الجبارة تاع أبناء مدينة عين بليلة. وش نقول أنا، الجزائر توحمت على الرجلة أنجبت العربي بن مهيدي، وتوحمت العسل أنجبت عين مليلة. والله يبارك إخواني من جميع الأطياف، رانا لهنا باش نقدموا الإضافة، والحمد لله راهي قاعدة تاريخية تلاقينا مع بعضنا كامل. نشكر أحرار وحرائر عين مليلة اللي طبخوا ودار ونظموا، والمجهودات المتطوعين المتطوعات والداعمين، وبارك الله فيكم وجزيل الشكر.